فرقت معانا يا ناس، وعقد المحب يا عين رح تفرح معانا الناس. لو كان العمر عمرين ما فرقت معانا يا ناس، وعقد المحب يا عين رح تفرح معانا الناس. واللي ضميره انعدم رح تخطفوا الأيام، يغرق في بحر الندم يفقد معه الأحساس. يا ريت عنا الصبر عالدنيا لما طريق النور. يا ريت عنا صبر عالدنيا لما تجوب، ننسى زمان القهر نمشي بطريق النور، ونرجع اللي انكسر نملى سمانا طيور. يا رب صار وردي بحضنه تنام، واللي عصر قلبه الألم، واللي تعب واللي انظلم واللي انكتم واللي انعمل بكرة يشوفه الناس. والله لو ما بعرف شو انت يا صبري لكان حسابي معك عسير عسير كتير، بس بعرفك قديش عاقلة ومرباية والاخلاق كلها صاري كأنك ما عطيتي. علي عم يبقوا فوفو، شلونك عم يبقوا بيد؟ اهلين وسهلين، شرفت. استريح. تسلم يا عمي، تسلم. طمني، شلون رجعت؟ الجميع بخير وبهدوك السلام، بس طمني يا حمدي، صار شي بالمعونة؟ كل شي جاهز، وأنا قاعد بالبيت مع متزحزح، خوفي تيجي وما تلاقي حدا. الله يبشرك بالخير عمي، الله يبشرك بالخير. رح ركب ريق الشعر، البيت بيتك عم يبدو. تسلم البيت وأصحابه عمي. لا ما لشو واقفين هدول هون؟ هي أول مرة بشوف شباب واقفة هون. ليك شلون عم يطلع على بيت أم تيسير؟ والله أبو عزو كان معه حق. يوه يا مو، شو في على هالشوفة؟ مين هدول؟ والله ما بعرف لك بنتي، لمين عم بيقشروا بإيدهم هيك؟ كأنهم يطلعوا على بيتنا. على قامتي، ولك ليكونوا هدول الشباب السهران اللي عم يحكوا عليهم إنه. بس ليش واقفين هون؟ مع مين عم يحكوا؟ ليش واقفين هون أنت وياه؟ شو عم تساووا؟
يلا نلعب برات الحارة. وانت شو دخلك؟ حارتك شي؟ ايه حارتي. يلا انت وياه، ما عاد في ادب ولا ترباين، العوا احسن ما لم عليكم اهل الحارة. ها روي روي، رايحين امشي يا شري. يلا لا عمل بقى في ترباية ولا حياة، يا عيب الشوم. شو هذا عم تسوي هون ليه؟ بعدين فتحت الباب اللي بقى بتحكي من ضمن الباب مع الشباب. قالوا شباب يا عمو؟ الشابين الكلاب اللي كانوا واقفين جنب الباب. قالوا الشابين والله ما انحركت من ورا الطاولة يا عمو. لكان هدول الشابين اللي كانوا عم بيقشروا. شفتن عم بيطلعوا ناحية الشباك عنا. كنتي واقفة فوق مو ليه؟ أنا يا عمو أنا؟ وأنا اللي عم بفتل من بيت لبيت لحتى كسب الناس، وانتي هون واقفة عم بتطقي لي حلك مع الشباب برا. لك فضحتينا، يخرب بيتك من حالك فضحتينا. لك والله لو كنتي بنتي لذبحتك على البلوعه. لك هي اللي ماله كبير هيك بيصير فيه، يا عيب الشوم على هيك بنات وهيك جيل. بس شاطر ابو حمدي يتمنفخ ويتمرجل قدام زباين الحمام، هيجي يطب اخته وبناته. الفرنساوي عم يدور علينا بكل مطرح، بس نحن عم نقتل منهم خيرات الله. عمي ان شاء الله الله بينصركم. اللي بيحبوا البلد كتار عمي أبو حمدي، والشباب كل مالهم عم يزيدوا، بس عنا نقص سلاح. من ناحية السلاح لا تاكلوا همك، لا تاكلوا. نحن عملنا لكم لمية رجال الحارة والحارات اللي حوالينا. سيك سيك هاد الكيس. الله يسلم ايديكم كلياتكم عمي أبو حمدي ويكتر من أمثالكم. نحن ما عم نعمل غير الواجب. هذا الكيس فيه 20 ذهب. 20 ذهب؟ هدول بيجيبوا سلاح خيرات الله عمي. المهم انتوا ترتبوا اموركم وتقولوا يا رب. من ناحية المصاري لا تاكلوا هم ابنهم. يا رب. والنصر جاي عمي ابو حمدي، والفرنساوي رح يطلع من بلادنا مزلول بإذن الله. بإذن الله. نحن عم نسن بدنا ونفتن من بيت لبيت ونكذب الناس ونخانهم. شو؟ لا يرتب لي على حال شعب. يا مو طولي بالك، صبريه كانت بأرض الديار، يعني لا كانت على الباب ولا على الشباك. لا لا ما كانت على الشباك، لكان الشباب اللي كانوا برا لمين كانوا عم بيقشروا؟ على الحيطان مو على باب بيتنا. مظبوط، بس والله صبريه مانا هيك. لك والأنكى من هيك إنه شافها أبو أسعد. أبو أسعد يلي مين مرته؟ يلي مرته هي سبب المفضيحة كلها. مو بسبع إذنك مسمعوا هيك قالت. يا مو كيف بقى بدنا نواجه المخلوق؟ بعدنا جوزها شاف كل شيء بعينه. آخ يا أخي. لك الله لا يوفق أولادي للحرام. شو جابهم على حالتنا وناحية بيتنا؟ الله الله وكيلك يا معلم المرض. لا بإيزو ولا حياة ولا تربية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لا أنت بعينها شفت اللي هدول سهران عم يحكوا مع بنتها لأمتيسي؟ حرام، أنا ما شفتهم عم يحكوا معها، بس شفتهم واقفين قدام البيت وعم يقشروا بإيدهم، يعني يمكنهم عم يحكوا معها، حتى أم تيسير وبنتها شافتهم وهن راجعين على البيت. أم تيسير شافتهم بعينها؟ إيه شافتهم، وقلبت تقدم كل شيء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وأنت شو عملت؟ ليش خليتهم واقفين لهدول الزهراء؟ لك من إمتى الغريب يفوت على حارتنا بوقف قدام بيوتنا من إمتى؟ أنا قلعتهم معلم أبو معروف قلعتهم، وشوي ثاني لو ما سمعوا كلمتي كان بدي أضربهم. اسمع ابو اسعد الله يرضى عليك، من هون ورايح بس تشوفوا لهدول الزعران تيجي على الحمام وبتخبرني، ما لقيتني بالحمام تيجيني على البيت. بامرك انا بامرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معقول وصلت معه يروحوا ناح بيتها؟ شو هالحكي هذا؟
لو ما كانت البنت عطيتن وش ما كانوا استرجوا يجوا هالحارة كلها. لك اخص عليك يا عم تيسير، اخص على هيك ترباية. استغفر الله العظيم وكل ذنب عظيم. شو هالوقت اللي وصلنا له؟ يا لطيف تلطف فينا يا رب، استر علينا. عظمية شو صار لك؟ ليش هيك عم تعسيني؟ لك انا اخوك والضفر ما بيطلع من اللحم. على كل ما في مشكلة، أنا من اليوم رح كنت بغراضي بطلع من البيت، وأنت بيعي بيتك على مهلك، بتجي بتسكني هون. إذا روحي بتنساني ما بنساك يا نصري، أنت وولادي ورحمة الغالي اللي بشوف وشه فيكي، واللي كل ما بشوفها بتذكري انا مصدوم. ما راح احلف لي غير بالايام الحلوه اللي قضيناها مع بعض احنا وصغار، لاني مصدوم، مصدوم من اقرب الناس لي. يا ريتني رديت على صبري، يا ريتني رديت على قلبي، يا ريت. لك والله لو شو ما ما بكفر عن ذنبي. سامحني، سامحني. هلا انت شفت هون بعينك اللي بده ياكلها الدود يا ابو اسعد؟ ايه معلم ابو عزو، ايه انا شفتهم بعيني، هي اللي بده ياكلها الدود. مو بس انا شفتهم، كمان مرت عمك وبنتها شافتهم، وفاتت قتلتها قتله وقتله، خلي تصريخها يوصل لاخر الحاره. ايوه، ومين قرب بهالشغلة؟ صراحة أبو معرف. أنا قلت له، قلت لحالي بيوقفوا عند حده لأبو حمدي، يا حاجته عم يتنطوط ويجيب مراجل قدام على الحارة. يا فارم عليك أبو أسعاد، يا فارم عليك. أنا هلأ بدي منك تتكتب على الموضوع، ما بدي حدا يدرى فيه بنوم. إيه، بأمرك أنا أبو عزو، بأمرك. بدك شي مني هلا؟ الله معك، مع السلامة. يلا بخاطرك. الله معك. خد الباب بطريقك عمي. إيه بأمرك أبو عزو. هلأ إجا وقتك يا نظمية، أنت وبناتك. هاي اللحظة اللي كنت عم بستناها. أنت متأكد من الحكي اللي تزعروا؟ من شوي كان هون أحمق أبو أسعد وسمعته هيك عم يحكي مع معلم. لك العم بيقلب، وهدول شو جابون على الحارة؟ والله ما بعرف، بس سمعت أبو أسعد كان عم يقول للشباب كانوا عم يأشروا لك. مستحيل، مستحيل يا زعرور، أنا إذا بشوف بعيني ما بصدق. ليش مستحيل سيدو؟ أخي ما بعرف، في ريحة طبخة مو منيحة عالبيت التيسير. أيوه، قلت لي طبخة، شو هي الطبخة بقى؟ أخي، في ناس عم تتقصب إنها تشوه سمعة البنت. إيه، ومين هن؟ لك يا عيب الشوم عليك يا بلا شرف أنت وياه. أنا رح أعرف من وراء القصة، وساعتها رح أخبرك هيك زعلان، رح أخبرك. يلا خالد. شو هي ما ضغط حمام؟ بعدين. جاي لك. يا عبدور شري يا ابو حمدي. عمي ابو حمدي، هدول الزهران اجوا على الحارة. علي زهران؟ عمي ابو حمدي، هدول لازم يوقفوا عند حدهم. بدي عن مين عم تحكي؟ عن هدول الزهران الواطيين اللي صاروا يلطشوا حكي على المستورة بنت اختك. ايوه، اجوا على الحارة.
وهتقعد تقول لي تساهم بالحاره؟ لا لا عمي ابو حمدي راحوا، بس يعني احكي شو في. ابو اسعد عم يقول انه شافهم بالازقاق بشقيت بيت اختك. شو هالحكي ها؟ وصلت معه لهون؟ اي والله، وعدوا حصه منيحه يطلعوا على البيت، وهذا الشيء ما بيسكت عنه بلوم ابو حمدي. مين قال لك رح يسكت عنه؟ سمعتوا شو بيقول لك؟ مرني عمي ابو حمدي، حاكم دمي عمالي يرني، الله وكيلك اذا مسكوا لهدول الجوز الاحسن والله ما اخذوا. وعلى هذا بكره بتضل بالحاره ما بتزحزح منها بلوم. اذا ربحتهم فايتين على الحاره، دغري بتجي بتخبرني. مشي، امرك عمي ابو حمدي امرك. ومن انا بالليل بعد ما بفوت بحالي. خلص مثل رضاك، خاطرك. السلام. هيك يا غالي. انا بعرف شغلي معكم. وهالمرة غير المرة. صالحة شو بدي قلك؟ انت ما كنتي على بعضك لما كنا عند الناجي. خير شو عم بدي قلك؟ والله مشغول بالي على صبري. بصراحة بدي اعرف شو صار معه. ايه لا تعرفي، هلا بس يجي ابن عمي ناخذ اذنه بركي بخلينا نروح لعنده. مشي، انا حفوت جهز السلطة وبدل اواعي. ايه وانا رح بدل اواعي شق على بيتي هون. يلا والله ما امسكهم لحتى ورجيهم نجوم الدار. هالمره رح تكون علقتهم معي وسخه. لك هذا ابو حمدي ما رح يسكت لهم بنوب. لك لساتهم ما بيعرفوا مين هذا ابو حمدي. العم لك يخرب بيتهم، ما لقوا غير صبريه. والله علي ما علي لحتى حارب الدنيا كلها من شانها. العمى بقلبه وين بيغط هذا عن تور؟ وين بيغط؟ كنت بدي ابعته لعند ابو معتز الدلال يجيبه مشان يشتري البيت، بس انا ما لازم اتكل عليه بنوب، ولازم ساوي الشي اللي براسي عالسكيتي. راح طب هالحمام وروح لعند ابو معتز، وبعدين بشوف ابو صخر مشان الحمام، وبعدين بروح لعند نصمية. هو هيك لان ما بدها وقفي بنوب. بس اكيد هدول الواطيين انه رجع على الحاره. معناتها مثل ما قال داك. خلص مشي. اليوم بس تخلص الحكايه بتلحقني على البيت. انا بامرك عمي ابو حمدي. عود واسمع على مصداقها. هي على راسي. السلام عليكم. السلام عليكم ابو حمدي. يا رب يا كريم.
فيقوا لأبو أسعد فيقوا. لا لا أبو أسعد أبو أسعد قوموا. الله يحييه أبو حمدي. الله يسعد لي مساك. شوفي شو بعمل أبو حمدي وعم توصل له هالساعة متوتوت وناحية الباب. يلا أبو حمدي ما بيخبي عني شيء. لا أبو معتز لا، السعر هيك قليل عمي قليل. لك إيه شو قليل ما قليل يا أبو عزو؟ الله يخلي لي إياك. إيه الله وكيلك البيت عندك، أكتر من هيك سعر ما بيجيب. وش كان مو مصدقني روح جيب دلال تاني واسأله إذا بيعطيك أحسن من اللي دفعته أنا. الله يبارك لك، لك عم يبيع. لك أخي لا بدي أجيب دلال تاني ولا تالي، كلامك عندي طابق أبو معتز. في عندك زبون راكب؟ إيه أنا اللي عندي زبون مرتب وبده بيت مثل بيتك. إيه منيح كتير، معناتها بكرة بتجيب الزبون وبتجوا لعندي، وإش كان مشي الحال منبيع البيت ومنقبض رعبون ومنكتب حجة البيع. معناتها بكرة بعد صلاة الظهر إذا الله راد موعدنا. إيه مشي أبو معتز، معناتها بكره ناطرك انت والزبون. تكلنا على الله، معناتها انا رح امشي. عود اشرب شاي ابو معتز. انا مستعجل هلا، بكره بنشربها لما بتتم البيعه. اي مثل ما بدك. يلا سيد راسي، انا لكان بخاطرك. مع السلامه، الله معك ابو معتز، شرفت. لا تنسى بكره باذن الله موعدنا بعد صلاه الظهر. وانا عم بنتظرك عمي. يلا السلام عليكم. الله معك. هي البيت مشي حاله. وبكره رح بيع هالطيور لابو صخر الحميماتي وبخلص من كل هالقصه. ما بقى غير بخلص من سعديه وهلا على حارك. الله ياخذني ويريحني من هالعيشه. وينك يا خالي؟ وينك يا خالي؟ تشوف اللي عم يصير فيني وتشوف الظلم اللي عم يصير فيني مثلك. ساعتك متذكرة يا فضلي. ليش هديك الأيام تنتسى؟ على واحد ترجع يا خالي. بإذن الله، بإذن الله رح ترجع الأيام الحلوة. إن شاء الله يا رب يا خالي، ويا ريت تنصلح الأمور بينك وبين أمي مشان نزورك وتزورنا. إن شاء الله بتنصلي يا خالي، بتنصلي. وأنا رح أروح زوركم البيت وشوف لأمك. عن جد خالي؟ عن جد عم تحكي؟ رح تجي لعنا على البيت؟ نظمية أختي، عرضي وشرفي، وأنا ما رح أتركها ولا أترككم طول أنا. يلا أختي قومي على عشة قبلية. ما بدي اسمع. خلصنا بقى صبرية، يعني كمان أمك والله معها حق. ليش أنا شو عملت سعدية؟ هي علينا، بدنا نرجع نحكي بنفس القصة؟ خلصيني يلا قومي العشاء جاهز. سعدية تركيني الله يخليك، تركيني بحالي، ما بدي اتزهرب، تركيني سعدية. اللي بياكل على ضرسه بينفع نفسه، بتصطفلي. خليني
الجبل.